للحكومة وكافة مؤسسات الدولة تستبق عملية إجراء الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة مطلع الأسبوع القادم لطمأنة الناخبين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم. هدفنا الأساسي إن كل مواطن، وإحنا عندنا أزيد من 55 مليون ناخب في مصر، فيهم شباب وفيهم عواجيز وفيهم سيدات وفيهم معوقين، كل واحد من دول من حقه إنه يجي يلاقي مكان مناسب ويلاقي استعداد لإنه يدلي بصوته بأيسر وأسهل الطرق والظروف. بمقر مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استعرض اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية ونقل هذه الرؤية لسكرتيري عموم ومديري مراكز الأزمات بالمحافظات. احنا هنا يمكن حضراتكم لاحظتوا ان عندنا 205 دايرة فردي واربع دوائر قوائم، وبيتم اختيار اشخاص مختلفين في كل دائرة. يصعب في ظل عدم وجود نظام إلكتروني متكامل مربوط بشبكات بمعاليم المحاذير وربط الشبكات واستخدامها إن يتم تنظيم تصويت الوافدين. الناخب بيعمل إيه عشان يصوت في الانتخابات؟ إحنا قلنا إن هو ممكن يعرف العديد من بياناته الانتخابية اللي هتوفر عليه الجهد والوقت، إنه يبعت رسالة نصية اللي هي SMS أو رسالة قصيرة من أي تليفون محمول من الشبكات الثلاثة العاملة في مصر إلى رقم 5151. ما تم التأكيد عليه من قبل الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات بخصوص الاستعدادات النهائية للانتخابات البرلمانية سيتم تطبيقه في مختلف محافظات الجمهورية. قاعدين النهارده عشان نحط الخطوط العريضه بالنسبه للاستعداد للانتخابات والاستحقاق الاخير باذن الله الانتخابات البرلمانيه. استعدادات كل محافظه والاستقبال المرحله الاولى والمرحله الثانيه وتسهيل كل الامور للناخبين.